هل يجوز يا شيخ أن نسمي المسجد النبوي بالحرم المدني؟ لأن يا شيخ سمعت بعض من الناس يقول الحرم المدني. طيب الحرم المدني تسميته بذلك ما حرج فيه، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين عير وثور وهما جبلان في المدينة، في شمالها وجنوبها حرم. والمقصود بالحرم هنا أنه يحرم صيده كما جاء في الصحيح.